السلام عليكم ورحمة الله، أنا دكتورة هدى فتحي ودي تاني محاضرة لينا في جزء الـ unorganized drugs. المحاضرة الأولى اتكلمنا على الجامز وبدأنا في الإكستراكس. المحاضرة دي هنكمل الإكستراكس ونبدأ في الريزن والريزن كومباينر. نراجع مع بعض الأول كلمة تانيز. في حاجة اسمها بروتانيز أو سودو تانيز، دول عبارة عن low molecular weight simple phenolic compound، يعني مركبات صغيرة زي example اللي قدامك الجاليك أسيد، ما بتقدرش تعمل complex مع البروتين، ودي احنا مش بندرسها في الكورس ده. يبقى بروتانينز دول عبارة عن مركبات with low molecular weight وهم النيتشر بتاعتهم phenolic و they cannot form a complex with protein، ومش ده اللي احنا بندرسه. What we are dealing with اللي هم true tannins اللي انت درستهم already في سنة أولى. اللي بيميزهم true tannins عندهم astringent action وعندهم قدرة ان هم يتفاعلوا مع البروتين. زي ما خدت في سنة أولى مقسمين إلى جزئين، hydrolyzable tannin الستركشر بتاعهم بيبقى عبارة عن polymer of simple phenolic compound united by ester linkage to a center glucose. عشان نفهم أكتر بحط لك ستركشر توضيحي هنا. اللي في النص اللي انت شايفه ده مركب الجلوكوز موجود في البول كونفورميشن وحواليه في السيمبل فينوليك كومباوند، بيبقى موجود طبعا في صورة بوليمرز مش 2-3 زي اللي موجود قدامك ده. كيميكالي بيدي لون ازرق مع الفيريك كلورايد، يبقى هيدرولايزابل تانين كيميكالي بيدي لون مع الفيريك كلورايد ازرق، والستركشر بتاعه شبه اللي موجود قدامك، بيبقى سنتر جلوكوز يونت ومتحد مع بوليمرز اوف سيمبل فينوليك كومباوند. النوع التاني اللي هو condensed tannins ده بيبقى polymer of lavan وبيدي لون اخضر مع الفيريك كلورايد، وادي structure توضيحي له. بيبقى polymer يعني كذا مره متكرر الستراكشر اللي قدامك ده او ما شبهه طبعا. يبقى احنا بندرس في الكورس ده الترو tannin سواء كان hydrolyzable او condensed tannins. الاكستراكت اللي هيبقى containing تانين اللي هندرسه هيبقى الجنبير، الاسم بالعربي الفلفل الهندي، والاذر انجلش نيم بيل كاتيكو. يبقى جنبير ده اكستراكت containing تانين اسمه بالعربي فلفل هندي والاذر انجلش نيم بتاعه بيل كاتيكو. وزي ما قلنا خلي بالنا قوي من الاسامي الاذر انجلش نيمز، لان ممكن الاقيها طبعا في ريفرنس بوك مكتوبه بالاسم ده، ده غير ان انا ممكن اسالك فيها في الامتحان. الديفينيشن بنقول نوع dried aqueous extract prepared from the dried leaves and twigs of Uncaria جمبير family rubies. احنا قلنا الترمينولوجي بتاع الديفينيشن بيبقى مختلف عن اللي انت سمعته قبل كده. aqueous extract عندي كلمة دي اتفقنا عليها من المحاضرة اللي فاتت، ان الاكستراكتس اللي بنتكلم عليهم في unorganized بنعملهم عن طريق البويلينج with water، يعني بناخد جزء من النبات الاول حيوان وبغليه مع المية وبفلتر وابتدي بعد كده اركز وانشف لحد ما يبقى عندي دراي اكستراكت. النبات هنا اسمه ايه؟ نبات اسمه أنكاريا جمبير. باخد اجزاء ايه بالظبط؟ باخد درايد ليفز اند تويكس بغليهم مع الميه واركز وانشف، وفي الاخر بيتقطع زي الكيوبز الموجوده قدامك، مكعبات ملهاش ريحه وطعمها طبعا استرينجنت بيتر تيست فولود باي سويتنس. يبقى اللون بني في صوره مكعبات ملهاش ريحه و astringent bitter taste followed by sweetness. ال constituents زي ما اتفقنا تانينز، كاتيكين كاتيكو تانيك أسيد وجمبير فلوريسين. التست اللي هتشتغلها في المعمل ممكن أول حاجة لو بصيت تحت الميكروسكوب بلاقي yellowish brown acicular كاتيكين crystals. طبعا دي موضوع صعب شوية انك تشوفه فمش هنعمله في المعمل. اللي بتعملها ان انت بتحضر solution من الفيريك كلورايد، بحضره aqueous solution، طبعا احنا قلنا ده aqueous extract بيدوب في المية فبحضره aqueous solution، بحط شوية جنبير ودوبه في المية، ولو كان محتاج ان انت تعمل decantation بتعمل decantation، وبتاخد الكلير solution وتحط عليه drops من الفيريك كلورايد هيديك اللون الاخضر. اللون الاخضر لان دول ايه؟ condensed tannins.
وادي منظر او اللون الاخضر بالظبط اللي بيتكون مع الكوندنسد تانين. التست التاني ده تست فور جنبير فلوريسين، المادة اللي موجودة في الجنبير اللي هو جنبير فلوريسين بعملها تست بالطريقة دي. باخد شوية من الباودر وبعملها وورمينج مع الاثانول واسيبه يبرد، وبعد كده بحط صوديوم هيدروكسيد علشان الجنبير فلوريسين ده يتفاعل معاه وبيدي، هو المادة دي ليها خاصية انها في الالكالين ميديم تدي جرين فلوريسنس. جرين فلوريسنس ده مش بشوفه بعيني قوي يعني، ممكن لو رحت ناحية الشباك هتقدر تشوف ان في حاجة لامعة. فالافضل انا بستخدم لامب يو في عند النانوميتر 366 هتلاقي البريليانت موجودة. يبقى انا بعد ما حطيت الصوديوم هيدروكسيد بفلتر لو احتاج الامر، وبحط لايت بتروليوم او بتروليوم ايثر وبعمل شيكينج وبسيبه قدامي لحد ما يبقى فيه تو كلير لايرز. ليه انا حطيت بتروليوم ايثر؟ لان مادة الجنبير فلوريسين بتدوب في الاورجانيك سولفنت اللي هو بتروليوم ايثر عشان اخدها لوحدها واشوف الجرين فلوريسنس بتاعها لوحدها. يبقى الخطوات تاني، انا دفيت مع الاثانول، حاولت ادوب اغلبية الكومباوندز اللي موجودة في الجنبير بالاثانول، بعد كده بردت وحطيت صوديوم هيدروكسيد، خطوة الصوديوم هيدروكسيد علشان تتفاعل مع الجنبير فلوريسين وتدي فلوريسنس. لو محتاج افلتر افلتر وبعمل شيكينج وبعدين بحط لايت بتروليوم. لايت بتروليوم فايدته انه ياخد مادة الجنبير فلوريسين لوحدها في هذه الطبقة العليا، واقدر اشوف اداء جرين فلوريسنس تحت لمبة اليو في لايت. اخر تست ده ماتش ستيك تست، نفس السوليوشن اللي انت حضرته الاول في الالكول. ممكن قبل ما احط عليه صوديوم هيدروكسيد ولا اعمل اي حاجه فيه خالص ابتدي احط عود كبريت من الجزء الخشب مش من الجزء اللي قدام. انا عود الكبريت هنا بستفيد منه انه سورس اوف لجنين، يبقى انا عايزه الجزء الخشب فقط مش عايزه الراس بتاعته. بحط الجزء الخشب في السوليوشن واطلعه واحط تاني واطلعه كذا مره لحد ما يبقى متشبع بالسوليوشن بتاع الجنبير. بسيبه ينشف وبعدين احطه في ال HCl هيكون ماجنتا ريد كولر. ده جه منين الكولر ده؟ دي ببساطه خطوات الستين اللي انت متعود تعملها في الباودر. ده المركب بتاع الكاتيكين بيتكسر في ال HCl وبيديك فلوروجلوسين، فاصبح الفلوروجلوسين موجود مع الخشب. وجود اسيدك ميديوم هيديك اللون الاحمر اللي انت متعود عليه بتاع السبب. التست ده اسمه ماتش ستيك تست. يبقى كده عندي تو تست فور كاتيكين، اول واحد بالفيريك كلورايد، تاني واحد بطريقه الديب ماتش الماتش ستيك. كده خلصنا الاكستراكت. نبتدي في الكلاس اللي بعده اللي هو ريزن اند ريزن كومباينيشنز. ناتشرال ريزن دول عباره عن مواد بتفرزهم النباتات بيبقوا ستيكي، واللي بيميزهم هنا السوليبيليتي بتاعتهم. They are insoluble in water and soluble in alcohol. عكس تماما الجم. ولو تفتكر في المحاضرة اللي فاتت انا قلت لك ان في بعض الكتب بتصنف الجم والرازن على بعضهم كلاس واحد، لكن هنا احنا بنعتمد على الكيميكال ستراكشر والسوليبيليتي. الرازن بيميزها عن الجم اول حاجة ان هي water insoluble and soluble in alcohol. الجم العكس طبعا، زيها زي الجمز برضو لما بتطلع من الشجرة بتبقى soft، وبعد كده لما بتتعرض للهواء يحصل لها hardening، وممكن ده انا لما ادفيها ترجع تاني تبقى liquid. طيب لو انا عرضتها بقى للاكشن اوف dry heat ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انها هتتحرق with smoky flame. افتكر الجم قلنا الاكشن اوف dry heat كانت بتتحرق with caramel odor. هنا لما بتتعرض للهيت لو warm heating just هتتحول لليكويد، لو كان dry heat يعني سخنتها على البانزن فليم درجة حرارة عالية هتبتدي تتحرق وتطلع smoky flame او دخان كده حباب. chemically الجامز قلنا دول عبارة عن كربوهيدرات، انما هنا الريزن تبقى complex of substance of different chemical constituents. يعني الريزن الواحد ممكن يبقى فيه كذا حاجة، ممكن يكون موجود فيه ريزينوليك أسيدز، فينول، أستر أو نيوترول. ممكن يكون واحد من دول بس موجود، ده قليل طبعا، لكن الأغلبية بيبقوا ميكشر مع بعضهم من الحاجات دي.
ممكن يكون في أسيد، في فينول، في إستر أو نيوترال إينرت كومباوند. لما الريزن ده بيتفرز من الشجرة على مدار السنين by the action of heat و pressure يبتدي يتحول لحاجة اسمها الكوبال. الكوبال ده بيبقى شوية هارد، ما بيقدرش ان انا لو دفيته ويرجع تاني لا خلاص بقى انت هنا، بيحصل loss لفولاتايل كومباوندز الموجودة وبيتحول لهارد ريزن اللي هو اسمه الكوبال. الكوبال ده intermediate stage، بعد شوية by the action of heat and pressure برضو بيتحول الى الامبر او الكهرمان. الامبر هنا هو مش العنبر بتاع حوت، لا امبر ترجمته بالعربي الكهرمان. يبقى الريزن اللي بتفرزه الشجره by the action of heat and pressure بيتحول intermediate stage اسمه كوبال، وده نوع من hard resins. لما بتكمل تاني الهيت والبريشر، طبعا دي على مدار مئات السنين او الاف السنين، بينتهي في الامر لتكون الامبر او الكهرمان. ده هو المنظر بتاع الامبر. ايه اللي بيخليه يتحول كده في الاخر؟ بيتحول كده في الاخر loss of terpene والvolatile compounds الموجودة فيه، وبيتحول الى الفاصل ريزن او الهارد ريزن. فين بالظبط في النبات بيفرز الريزن؟ في كذا secretory structure. اول واحدة ممكن تكون سيل زي اللي انت شفتها الاوليو ريزن سيل بتاعة الجينجر، بفكرك بيها كان منظرها تحت الميكروسكوب زي كده، دي رسمة طبعا. ممكن تكون دكت شايزوجينس لايزوجينس او شايزو لايزوجينس زي فاميلي اند ليفري. ممكن يكون السكريتوري ستراكشر ده عبارة عن انترنال جلاند، يعني جلاند بتفرز السكريشن بتاعها لجوه مش لبره. واكزامبل الفيليكس ماس ده دراج اوبسوليت فاحنا لغيناه من المقرر بتاع روت رايزوم. ممكن تكون external gland زي الكنابس اللي انت خدته قبل كده، وبفكرك تاني بهي شكل الجلاند، ده كانت مالتي سيلولر هيد، مالتي سيلولر ستوك ومالتي سيلير كمان، ومنظرها اهو تحت الالكترومايكروسكوب. وممكن تكون انسكت هي اللي بتفرزه زي الشيلاك او الجمالك، دي منظر الانسكت بعد ما افرزت السكريشن بتاعها. ده بالنسبه للناتشرال ريزن. هل ممكن يصنع في المعمل؟ اه ممكن يصنع، في حاجه اسمها ارتفيشال ريزن، دي بعملها من الفورمالدهايد كوندنسيشن او كوندنسيشن اوف ناتشرال ريزن مع جليسرين او فينو. يبقى التفاعل الكيميائي اللي بينتج عنه ارتفيشال ريزن يا اما اعتمادا على الفورمالدهايد بتعمله كوندنسيشن، او بطريقه ثانيه بتجيب ناتشرال ريزن وبتفعله مع جليسرين او فينول بكوندنسيشن رياكشن. طب احنا قلنا ريزن اند ريزن كومباينيشن، نفهم كده مع بعض ايه الكومباينيشن اللي موجوده. ممكن يكون موجود في النبات بصوره اوليو ريزن، يعني ريزن متحد مع فولاتايل اويل زي اللي سمعت عنه في جينجر، وهنا ممكن افصلهم عن بعض باي ستيم ديستيليشن. انت عارف ان فولاتايل اويل ده عنده لو بويلنج بوينت، فبالتالي لو عملت ستيم ديستيليشن هفصله عن الريزن. تاني كومباينيشن الجام ريزن، يعني جام ومعاه ريزن. هنا ممكن العب على السوليبيليتي، لما احب افصلهم ببعض بحط بويلنج ووتر، الجام هيدوب فيها والريزن هو اللي هيبقى. ما عندناش اكزامبل في الترم ده من الجام ريزن. ممكن يكون موجود اوليو جام ريزن، يعني اويل مع جام مع ريزن. هفصلهم ازاي؟ هفصلهم على خطوتين. اول حاجه بعمل ستيم ديستيليشن، اقوم افصل عنهم الاويل، بعد كده ممكن ادوب في ميه افصل الجام واسيب الريزن. ممكن طبعا انت تدوب في الكول هتفصل الريزن وتسيب الجام، مفيش مشكله. يبقى اول خطوه فصل الاوليو جام ريزن ان انت بتعمل ستيم ديستيليشن تخلص من الاويل، وبعد كده اعتمادا على السوليبيليتي بتدوب في ميه او في الكول عشان تدوب واحد وتسيب التاني. اخر كلاس في الريزن كومباينيشن اللي هم البلسم. البلسم دول عباره عن ريزن سبستنس كونتيننج بلسامك اسيد. مين البلسامك اسيد؟
هنيجي نقولهم في لما نيجي نشرح البلسم اللي هما البنزويك والسيناميك اسيدز. لو بنحضرهم ازاي من النبات، ممكن ان انا بعمل اكستراكشن للدراج نفسه في الكول وبعد كده برصف بالميه، يعني بياخد جزء النبات اللي كونتيننج الريزن وبنقعه في الالكول لحد ما يدوب كل الريزن، وبعد كده اخد الالكوليك سوليوشن ده اضيف عليه ميه، طبعا الريزن ما بتدوبش في الميه فهيترصف. والاكزامبل الدراج ده الجالب اللي انت خدته في الروت والرايزون. ممكن اخر يكون اوليو ريزن وبفصله عن طريق الستيم ديستليشن، والاكزامبل الكولوفين. الكولوفين ده واحد من الان اورجانيز، لكن الاهميه الميديسنال بتاعته قليله فاحنا قلنا مش ضروري ان احنا ندرسه. ممكن اخد البلانت بارت اللي فيه الريزن واسخنه زي ما ممكن طريقه من طرق تحضير الجوياتا. الجوياتم ده انت سمعت عنه المحاضره اللي فاتت لما قلت لك ممكن التست فور اوكسيديز انزيم ممكن استخدم فيه البنزيدين او الجوياتا، وهناخده برضو المحاضره دي ان شاء الله. ممكن باي انسيجن زي ما اتكلمنا على الجامز، باجي على الشجره واعمل فيها شق وبتبتدي تفرز الريزن وببتدي انا اعمل كولكشن ليه بعد شويه. والاكزامبل بتاع الطريقه دي اللي هو الماستيك او المستيك. اول دراج بناخده اللي هو الجوياكم. الجوياكم ده ريزن بحصل عليه من الهارت وود اوف جوياكم اوفيسينان فاميلي زيجوفليسي. اعتقد ان انت سمعت قبل كده عن الجوياكم ده في سنه اولى. بحصل عليه ازاي؟ لسه قايلينه كاكزامبل اللي انا بعمله باي هيتنج الكات وود او بعمل الكوهوليك سوليوشن وايفابوريت تو جرانز. يبقى الجوياكم ده عباره عن ريزن باخده من الهارت وود اوف جوياكم اوفيسينان فاميلي زيجوفليسي، يا اما بالتسخين الكات وود او ان انا بعمل نقع للود في الكول وبعد كده باخد الالكوليك سوليوشن واطيره واحصل على الرسم. بالنسبه للكاركترز بتاعته بيبقى ريدش براون او جرينش براون، وبيبقى في صوره جزيئات يعني بيسز كده لامعه، ولو كسرته بيبقى الفراكشر بتاعه شاين. الكونستيتوينت هنا بيبقى فيه لجنان، واحد من اللجنان اللي هو ميلي جواياكونيك اسيد، بالتالي ممكن بكشف عنه بالفيريك كلورايد بيديني لون ازرق. خلي بالك هنا الازرق ده نتيجه للجواياكونيك اسيد مش نتيجه لانه فيه تانينز، لان في ناس بتلخبط لما بتشوف اللون الازرق ده على طول بتجري تكتب انه فيه التانينز. لا، الجواياكم كونتين ميلي لجنان اللي هو جواياكونيك اسيد باي ذا اكشن اوف فيريك كلورايد بتحول الفا جواياكونيك اسيد، وده اللي بيدي اللون الازرق. غير اللجنان في سابونين، وبيستعمل في ايه؟ ممكن اول استخدام في الانجيروماتيك بينت بريباريشن، تاني حاجه هو لو فانجي ستاتيك ان انتي انفلاماتوري اكتيفيتي، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت ممكن ان انا بعمل بي تيست للاوكسيديز انزيم، ممكن كمان بعمل بي تيست للبلاد ستينز للناس اللي هي بتشتغل في المعمل الجنائي او كده. لما بتحب تعرف ان كان في بلاد هنا واتمسح ولا لا، ممكن بترش المكان بسوليوشن من الجوياكم على طول بيدي لون. تاني واحد هنتكلم عليه من الريزن اللي هو الماستيك، ودي شكل شجرة الماستيك، هي انديجينس لليونان. لما بيحصل فيها انسيجن سواء ناتشرالي او الانسان اللي عمله بتبتدي تفرز الريزن زي ما انت شايف زي الدموع من الشجره، وبعد كده بتنشف وبتتحول لشكل شفاف. يبقى الماستيك ده عباره عن اوليو ريزن، الديفينيشن بتاعه درايد ريزينس اكسوديت اوبتيند فروم ذا انسايز ستيمز اند برانشز اوف بيستاشيا لانتيسيس فرايتي لاتيفوليس. يبقى الشجره دي موجوده اساسا مينلي في اليونان، اسمها بيستاشيا لانتيسس. لما بيحصل فيها شق بتبتدي تفرز الاوليو ريزن اللي هو الماستيك او بالعربي طبعا اللي هي المستيك. بالنسبه للكونستيتوينت الريزن بيبقى فيها ترايتربينيك اسيدز اند الكول. ترايتربين انت فاكر ان هم عباره عن كام مركب كونتيننج 30 كربون اتوم.
والاويل. يبقى الناستيك دي عباره عن اوليو ريزن، في الريزن بتبقى موجوده ترايتربينيك اسيد اند الكول، والاويل مش هندي تفاصيل فيه. بالنسبه لليوزز، الماستيك طبعا عندها انتي بكتيريال انتي فانجل اكتيفيتي، وكلنا طبعا عارفين ان الماستيكة بتخش في الفود وال كاديتيف يعني عشان تدي ريحه وطعم حلو، فليفرنج ايجنت. ممكن في فارماسيوتيكال بريباريشن تبقى بريث فريشنر، يعني بتدي ريحه حلوه للفم. كانت قبل كده بتستخدم في الاسنان، في الحشو بتاع الاسنان. والاستخدام الميديسنال يوز ان هي في الديودينال انتيبتيك ألسر، لما تكون بس السبب بتاعها وجود الاورجانيزم اللي هو هليكوباكتر بايلوري. يبقى اليوز بتاع الماستيك ممكن استخدمه في الفود اندستري، ان هو بيدي طعم وريحه حلوه للاكل. كفارماسيوتيكال بريباريشن ممكن اعمل بيه بريث فريشنر اللي هو بيترش في الفم عشان يدي رائحه كويسه. كان زمان بيستخدم في حشوات الاسنان، واحدث حاجه ان هو بيساعد في علاج البيبتيك والديزن الارثر، مش اي واحده بس الناتجه عن الاورجانيزم الهليكوباكتر بايلوري او الاتش بايلوري، لان له انتي بكتيريال اكتيفيتي اجينست ذيس اورجانيزم. الاوليو ريزن التانيين اللي انت سمعت عنهم، ان كيس ان انت برضو كنت قابلتك الكلمه دي قبل كده، اكيد في الفروت في الكابسيكم وفروت الرايزوم كان في الجينجر. يبقى الاوليو ريزن اللي سمعته معايا عليه في الماستيك، ومع دكتوره ايمان في الكابسيكم، ومع دكتوره هاله في الجينجر. بالنسبه بقى الكلاس اللي هو الاوليو جام ريزن، او الدراج فيهم هيبقى المر، والمر بالعربي اللي هو المر. ده المنظر بتاعه، في حاجة عاملة زي الزلط كده لونها ريدش براون او يلوش براون، وده موجود في المنطقة العربية كتير. عشان كده قصدت اجيب لك صورة الراجل ابو جلابية ده، لانه موجود في السودان وفي الصومال. الديفينيشن بقى بنقول ايه؟ بنقول ان هو درايد اوليو جام ريزن obtained by incision or produced by spontaneous exudation، لو اللي احنا العادي اللي احنا بنتكلم عليه، ان هي الشجره يا اما انت شقتها يا اما ظروف الطبيعه القاسيه خلتها تشق لوحدها. شجره دي اسمها كوميفورا مولمول فاميلي بيرسريز. في سينم تاني لكوميفورا مولمول ان كيس ان انت شفته، اللي هو كوميفورا مابا. يبقى الديفينيشن درايد اوليو جام ريزن بحصل عليه بالشق الشجره يا اما باي البني ادم بالاكشن اللي انت عملته بايدك، او عن طريق الظروف الجفاف اللي حصلت في المنطقه. انت زي ما انت شايف المنطقه العربيه دايما بتبقى صحراء وحراره عاليه. النبات ده اسمه ايه؟ اسمه كاميفورا مولمول، وقلنا السنن بتاعه كاميفورا مرة فاميلي بيرسريز. المر ده نبات قديم جدا في التراديشنال يوز في مصر. يعني ليه؟ لانه كان واحد من النباتات اللي بتستخدم في عمليه التحنيط. قدروا يتعرفوا على كذا نبات من اللي بيستخدموا في عملية التحنيط، كان من ضمنهم المر. بالنسبة للكونستيتوينت احنا قلنا اوليو جام ريزن. بالنسبة للاويل في مونوتربين، مونوتربين يعني كونتيننج 10 كربون اتوم. في سيسكويتربين اللي هم كونتيننج 15 كربون اتوم. سيسكويتربين هنا فيوران وسيسكويتربين. ايه الفيوران دي؟ زي ما انت فاكر في الاورجانيك دي كانت حلقة خماسية فيها أكسجين. يبقى فيران وسيسكوتربين عبارة عن مركب 15 كربون أتوم، وجنبه لازق فيه حلقة فيوران. في كمان سيسكوتربين لاكتون، الإكزامبل منهم كوميفيرين وفي يوجينول. يعني إيه سيسكوتربين لاكتون؟ سيسكوتربين لاكتون نفس الكلام برضو، ده عبارة عن مركب 15 كربون أتوم ولازق فيه لاكتون. لاكتون اللي هو internal ester، يعني دبل بوند أو أو. غير كده في معانا كمان اليوجينول. ده الكونستيتوينت بتاعت الاويل. نيجي بقى نشوف في بعد كده دم، مش هنقول فيه حاجه. وفي الريزن في مركبات كتيره قوي، بديك بس واحد منهم اللي هما الفا وبيتا كوميفوريك اسيدز. يبقى كده المير كونتيننج اويل وجم وريزن. الاويل فيه مونو وسيسكوتربين، الجم مش بنقول فيه اي ديتيلز. الريزن فيه مركبات كتير، هقول لك واحد منهم اللي هما الالفا والبيتا كوميفوريك اسيدز. بنستخدم في ايه بقى المر ده؟ اول حاجه تنكشر مر. تنكشر يعني معناها ادراج دايب في الكول. ده ابروفد باي كوميشن اي، لانه عنده انتي بكتيريال واسترينجنت بروبرتيز،
عشان كده بيدخل في حاجات كتيره في امراض الاسنان وباينر سكيل انفلاميشن. يعني ممكن اعمله كجارجل او مفروش علشان يعالج امراض كتير في الفم واللثه. يبقى ممكن نستخدمه كجارجل for mild inflammation of oral and pharyngeal mucosa ومفروش for gingivitis اللي هو التهاب اللثه او الالسر اللي في المعده. ده ليه؟ ده نتيجه لان زي ما بقول لك كوميشن اي قالت ان له انتي باكتيريال واسترينجنت بروبرتيز. ممكن برضو يدخل في الهيمورويدال بريباريشن لنفس برضو الاكشن الانتي باكتيريال والاسترينجنت بروبرتيز. بالنسبه هنا في مصر لقوا له استخدام مخصوص كده. شركه فاركو نزلت الميرازيد. الميرازيد ده تابلت كونتيني كلوروفورميك اكستراكت من المر، ده لعلاج البلهارسيا او الشيستوزومييسيس. وتحصل عليه ديبيت كتير هل هو افكتيف ولا لا اجينست طبعا الدراج اللي هم الاربع ايراستو ابرازيكونتان. والشركه حسمت الديبيت ده ان هم عملوا كلينيكال ستادي على عدد كبير، كان تقريبا 200 مريض، ولقوا فعلا انه فعاليته تقارن بفعاليه البرازيكونتان. بالنسبه للتاسك بتاع المر، المر طبعا زي ما انت شفته كده الجزيئات بتاعته هارد، فعشان تكسره بتحتاج ان انت تحط رمل علشان اقدر اعمل كراشن كويس للمر. بيبقى بتجيب مورتر وبتحط فيه المر مع شوية رمل وابتدي اعمل بيه كراشن. بعد كده لما بتأكد انه اتطحن بحط بتروليوم ايثر وبعمل شيكينج في تيست تيوب. يعني بلم كل اللي اتطحن ده واحطه في تيست تيوب وبعمل شيكينج مع بتروليوم ايثر. وطبعا افلتر لازم لان حاطه رمل وفي جزيئات ما دابتش والكلام ده كله، فبتفلتر. بتاخد البتروليوم ايثر ده وبتحطه في بورسلين ديش وتسيبه لحد ما يطير خالص البتروليوم ايثر ويسيب لك الريزيديو على بورسلين ديش. المفروض التست بيقول لك بتعرضه لبرومين فيبر او لكونك نايتريت. طبعا احنا برومين فيبر ده عشان هازاردس، احنا بنعرض الريزيديو المتبقي ده لنقطتين ثلاثه كونك نايتريك وبسيبه قدامي فترة 5 دقايق بيديني لون الفايلت. الأوليوجام ريزن التاني اللي هو الجوجول، وده انديجينس لمنطقة الهند. الديفينيشن هيبقى شبه التاني بالظبط. بنقول اير درايد أوليوجام ريزن اكسوديت فروم ذا ستيمز اند برانشز اوف مين بقى؟ كوميفورا مكول. التاني كان ململ، ده كوميفورا مكول، نفس الفاميلي طبعا، فاميلي بيرسريت. الكونسيبتنت برضو اوليو وجم وريزن. الاويل مش هنقول فيه حاجة. الجم هنقول انه مكون من جالاكتوز ارابينوز والجلوكيرونيك، هنا هو الفور ميثاين جلوكيرونيك اسيد. يبقى الاويل مش هنقول فيه ديتيلز. الجم هنقول جالاكتوز ارابينوز وفور ميثاين جلوكيرونيك اسيد. بالنسبة للريزنس فراكشن في دايتربين، الكلاس بتاعها اسمه كمبرين. دايتربين يعني فيه 20 كربون اتوم. كمبرين ده كلاس يعني مترتبين ازاي. وفي برضه ستيرولز، دول الاكتف هتلاقيني كاتباهم لك باللون الاحمر اللي هم جوجول ستيرول. الاستراكشر بتاع اتنين منهم مرسوم تحت. طبعا احنا بديك كل الاستراكشرات اللي بديها من اول المحاضرة لحد اخر محاضرة، دول جاست يعني عشان متخيل معايا بس، مش بتذاكرهم ولا بتحفظهم ولا اي حاجه خالص. يبقى الستيرول في جوجول ستيرول يعني في او اتش فانكشن، في جوجول ستيرول دول الاكتف اللي فيهم كيتونيك فانكشن. جوجول ليبت برضو اكتف. وفي ترايتربين اسمه ميرانول. ترايتربين يعني برضو بفكرك اللي هما كونتيننج 30 كربون اتوم، اسمه الميرانول وده برضو اكتف. الثلاثة المكتوبين بالأحمر دول اللي هم اكتشفوا إن لهم أكتيفيتي. الجوجول ده فيه مستحضرات كتير جدا نازلة منه موجودة في أمريكا، بس أنا لسه ملقيتوش هنا في مصر. طب المستحضرات دي والأكتيفيتي دي إيه اللي أنا عمالة أقولها من الصبح؟ ده الموجود على اليمين ده قبل ما أنسى، ده منظر الجوجول هو طالع بيبقى لونه مصفر، ولما بيتجمد بيبقى لون حاجة زي كريستالات الذهب كده ذهبي. يبقى اليوزز بتاعتنا او الاكتيفيتي ان هو ليبيد لورينج اكتيفيتي، يعني بيساعد على ان انا بقلل مستوى الليبيدز في الدم. الستاندردايز جوجول اكستراكت ده ابروفد ان انديا، لان زي ما اتفقنا الشجره دي انديجينس لانديا، فور لورينج الليفيتد سيرم كوليسترول اند ترايجليسرايدز.
هو عشان طبعا موجود في انديا فله استخدامات كتيرة قوي مذكورة عندهم: treatment of atherosclerosis, rheumatic condition, menopausal syndrome. بس ايه المشكلة؟ هي لحد دلوقتي تعتبر مشكلة، ما استخدمهاش كمديسنال يوز، ان هو بتخلي الثايرويد يزود الايودين ابتيك وبالتالي بتزود البرودكشن اوف ثايرويد هرمون. ده هما معتبرينه مشكلة مش علاج يعني للناس اللي عندها ثايرويد فانكشن قليلة، بس الله اعلم ممكن يفكروا يعملوها عادي، يعملوا علاج. طب ايه مشاكل الجهول؟ لسه بنقول ان هو بيقلل الليبت، فبالتالي لو المريض بياخد اقراص تانية عشان تنزل الليبت ممكن يعمل سينرجيستك اكتيفيتي، يبقى لازم المريض يظبط جرعة واحد من الاثنين. بيأثر برضو على البليتلت اجريجيشن، فبالتالي ممكن لو بياخد المريض دواء للسيولة ممكن نزود الريسك اوف بروزنج اند بليدنج. برضو لازم اخده بحذر مع الناس اللي عندها ليفر ديزيز، او لسه قايلين ان هو لو بتدخل في الثايرويد، يبقى الناس اللي بتاخد عندها مشاكل او بتاخد ادويه لعلاج الثايرويد، الناس اللي عندها مشاكل في الانفلاماتوري باول ديزيز، واللي ماشيين على بروبرانولول او جلتيازام عشان في دراج هيرب انتراكشن مع الاثنين دول. يبقى كده قلنا ان خلي بالي من البيشنتس انه اللي بياخدوا ادويه تنزل الليبيدز او اللي بياخدوا ادويه سيوله، او عندهم مشاكل في الكبد او في الثايرويد او الانفلاماتوري باول ديزيز، او اللي بياخدوا البروبرانولول والجلتيازام. تالت اوليوجام ريزن اللي هو الاوليبانم او الفرانكنسنس اللي هو اللبان او لبان الذكر. ليه بيسموه اللبان او لبان الذكر؟ لانه بيبقى نازل من الشجره لونه ابيض شبه اللبن وبعد كده بيتجمد. الديفينيشن بتاعي اللي هو اوليوجام ريزن obtained by incision from the bark of Boswellia carteri. Family Wurzeliaceae برضو طبعا. الكونستيتوينت في اويل وفي جام وفي ريزن زي ما اتفقنا. الريزن اهم واحد فيهم اللي هو البوزويليك اسيد اللي هو اورسوليك اسيد ديريفيتيف. يبقى الاوليوجام ده تيل اوليوجام ريزن اخدته، واحنا الكونستيتوينت هنا مختصرينها كاتبين فولاتايل اويل وجام وريزن. الريزن بقول لك فيه مركب واحد بس اللي هو البوزويليك اسيد. بالنسبه للديفينيشن قبل ما انسى، في البوزويليا قلنا كارتراي، في برضو البوزويليا ساكرا، ممكن برضو ده اوفيشال سبيشيز للاوليبان. ده هنا مورفولوجي زي ما تعودنا، بقول لك ان في اكتر من جريد للاوليجانم. بيستخدم بايه؟ بيستخدم لتريتمنت اوف برونكيال ازما. طبعا استخدامات الاوليجانم كتير قوي، انا هنا بركز على اكتر اتنين مشاع الاستخدام بتاعهم ومثبتين يعني. او الحاجه الاحدث اللي هي تريتمنت اوف اوستيو ارثرايتس، كان زمان حتى هنا في مصر اللبان الذكر، وحد دلوقتي دايما اللي عنده كحه يقول لك ايه انقع لبان ذكر واشرب المنقوع بتاعه الصبح. ليه؟ لان هي بتعمل تساعد في تريتمنت اوف برونكيال ازما. البوزويليك اسيد لوحده ده له انتي انفلاماتوري وانتي نيوبلاستيك افكت. كده يبقى احنا خلصنا المحاضره دي، وان شاء الله نكمل الباقي المحاضره الجايه هوبينج ان يكون في مدرج. ان اني كيس هكيب يو ابديتد على التيمز. شكرا.